النهارده الاستاذ عصام والاساتذه اللي موجوده هم دول نبض الثوار، فاحنا لازم نساندهم وهنفضل معاهم وهنقول رساله دريه. لا انت يا دريه ولا افخم حد في الدنيا زي ما انتم بتقعدوا تيوسموا او تكبروا في المسؤولين، احنا بنقول عليهم مسؤولين، انتوا بتقولوا سيادتك وحضرتك، احنا ناس بسطاء جدا. فرساله مهمه جدا، البرنامج مش هيقف، هنفضل نناضل وهنفضل نتكلم وهنيجي وهنقف ونقول للاعلام ما هو ده حقنا، التلفزيون المصري للشعب المصري، لازم الناس اللي ماشيه في الشارع، الست بتاعت الخضره، الراجل الفران هيتنفس منين؟ لازم يبقى لنا قناه شرعيه، فمستكترين علينا القناه، احنا لا فلول ولا معانا فلوس ولا معانا مليارات نقدر نفتح قنوات، ده احنا كل حكايتنا برنامج يا جماعه، ثوار لاخر المدى، برنامج يا جماعه، انتوا مستكترين علينا البرنامج، طب نعمل ايه؟ نطلع نتكلم بره؟ هيقول لك اصل انتوا بتلجأوا للدول الخارجيه، احنا بنقول للتلفزيون المصري بتاعنا اللي هو بفلوسنا احنا محتاجين البرنامج. ومش هنتنازل عنه لان ده حقنا وده حق اصيل وليس منا من الحكومه، يا حكومه سيبنا البرنامج من فضلكم. السلام عليكم. اهلا. احمد عادي ولا ايه؟ حسام دي حلقات؟ حسام لا اه